بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الاستراتيجيات والاساليب والسياسات الاستراتيجيات الاساسيه للانتاج زي ما قلنا يبقى استراتيجيه الانتاج للسوق. ايه الخصائص الاساسيه بتاعه هذه الاستراتيجيه؟ اول الاستراتيجيه الثانيه اللي هي استراتيجيه الانتاج للطلب. يبقى اذا الخصائص الأساسية بتاعت استراتيجية الإنتاج للطلب. بعد كده للأساليب الإنتاجية. إحنا قلنا عند نبدأ بالإنتاج المستمر. أهم الخصائص اللي بترتبط بالإنتاج المستمر. الأمثلة بتاعت الإنتاج المستمر. إنتاج النوع الثاني من الأساليب الإنتاجية بيمتاز نمط الإنتاج بالدفعات. أمثلة لهذا الأسلوب صناعة الأجهزة الكهربائية. الأسلوب الثالث أسلوب إنتاج الشغلة. أهم خصائص هذا الأسلوب أمثلة لهذا الأسلوب صناعة الأساس الشغل. الاسلوب اللي بعد كده اسلوب انتاج المشروع. المشروع له خصائص يتصف بالمشروع له ثلاث مكونات اساسيه. المجال هو نطاق عمل المشروع. الزمن هو الوقت المقدر من اجل انتهاء من المشروع. يعني احنا هنبني كوبري مثلا، الكوبري ده هينتهي في 5 شهور، في 6 شهور الى اخره، يبقى ده زمن محدد لهذا المشروع. التكلفه البادجت او الميزانيه اللي احنا مخصصينها للمشروع. اي مشروع بيمر بنقول بمجموعه من اخر اسلوب عندنا في اساليب الانتاج. انتاج شيء معنوي غير مادي وغير ملموس. انواع الخدمات، في خدمات تعليمية، في خدمات صحية، في اخر حاجة عندنا في الجزء ده اللي هي اول سياسة عندنا سياسة التخصص. سياسة التخصص او ولكن سياسة التخصص لها سياسة تانية، سياسة التبسيط. قلنا التبسيط هي خفض. المزايا بتاعت التبسيط بتساعد على تحقيق عيوبها، ما بتبقاش المنظمة. السياسة اللي بعد كده سياسة التنويع عكس سياسة التبسيط. سياسة التنويع عايزة مرونة آلية. السياسة الأخيرة سياسة التنميط. عيوب سياسة التنميط ان هي برضك بت ايه